آلة تختص بها النساء فقط. قل ما تجد رجل تارجي يعزف على الربابة، وهذه الآلة أو هذه السيدة اللي تعزف على هذه الآلة كل من عندها شجن يجي يحكي لها، هي نفسها تختار اللحن، هي نفسها تختار النمط. والغريب في الأمر أن هذه الشعرة أو هذا الوتر الوحيد المشدود بين طرفي الربابة يصدر 7 أصوات اللي تمثل السلم الموسيقي بالكامل.